على الجانب الآخر ما زال النجم العالمي النجم الكبير كابتن محمد صلاح بيواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي. وصل محمد صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي. بسم الله ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا وحاجة مفرحة لنا جدا كمصريين. اتحاد كرة القدم أيضا بيهنئ محمد صلاح برئاسة طبعا الأستاذ أحمد مجاهد. هنا محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول لتخطي رقم 100 ضمن مسيرته في مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج، ومتمنين له ولجميع نجوم مصر في كل الملاعب دوام التوفيق. وزي ما حضراتكم شفتوا الاتحاد المصري بينشر تهنئته على صفحته على الفيسبوك. والنهارده ليفربول فاز على ليدز بثلاثية مقابل شيء. محمد صلاح وكالعادة الحقيقة أحرز هدف المباراة الأول ليصل إلى الرقم 100، وفاز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء، ووصل رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم صدارة البريمير ليج حتى الآن بعد أسبوعه الثالث أو الرابع مع بقية الفرق المتصدرة الجدول. برضو محمد صلاح أحرز الهدف الأول في الدقيقة 20، وبكده أصبح محمد صلاح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البريمير ليج، وثاني الأفارقة واللاعبين الثلاثين بصفة عامة في مباراته رقم 162 سواء مع ليفربول أو تشيلسي الذي لعب له قبل سابق. ألان شيرر في المقدمة ب 124 مباراة، ويليه هاري كين اللي استطاع الوصول إلى 100 هدف بعد 141 مباراة، وسيرجيو أجويرو ثالثا في مباراته رقم 147، وتواجد بالمركز الرابع تياري أنري في مباراته رقم 160، ويأتي في المركز الخامس النجم الكبير كابتن محمد صلاح. أيضا بعد المباراة في لفتة إنسانية طيبة محمد صلاح قام بإعطاء قميصه لطفل صغير من مشجعي ليفربول بعدما رفع لافتة يطلب من محمد الحصول على قميصه. بعد المباراة أيضا بعد انتهاء المباراة يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قال: محمد صلاح يا له من لاعب، إنه متعطش دوما للأرقام والتميز منذ أن انضم إلينا، يا له من لاعب لا يزال جائعا. محمد صلاح لم يكن سعيدا من بعض محاولاته، انه لاعب عالمي. الحقيقه يعني محمد صلاح بسم الله ما شاء الله مشرفنا في كل حته.